قال الله تعالى بدأ بها نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذن كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى أو كل ما في هذا القرآن هو حق، وكل ما ورد فيه فهو حق. إذن قصة أصحاب الكهف ولو لم يصلنا يعني فيها كثير من التفاصيل لكنها حق وحصلت، وهو يقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التسلية والتخفيف، وإنه يعني كما أنت الآن يا محمد تواجه الكثير من المصاعب في دعوة قريش، فأيضا كثير مما سبقوك أيضا واجهوا هذه المصاعب أثناء الدعوة إلى الله، لأنه كل الدعاة وكل الأنبياء دائما يعني هم مثل ما بيقولوا بيمشوا على بين الأشواك، لأنه طريقهم صعب جدا. دائما الحق بتلاقوا الطريق في يعني طريق الحق بيكون وعر وبيكون فيه مصاعب ومشاق ومو سهل، بتلاقي قلة من يسلك الحق، وطريق الباطل يا سلام سهل وبسيط، وبتلاقي أكثر الناس يلا ماشيين فيه ويلا ما يعني بدون تفكير. فلذلك الإنسان لما يأخذ طريق الحق بده يكون طبعاً يعني عرفان شو عم يستناه، فطبعاً لذلك لازم يكون كيف بدنا نتحمل المصاعب بده يكون في عقيدة ثابتة ومبدأ يعني صحيح، ومبدأ طبعاً يعني قصدي مرتبط طبعاً بالله سبحانه وتعالى بوضوح الحق هذا. طيب فيقول إنهم فتية، يعني هذا إنهم هي حرف توكيد، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن ما هي صفات هؤلاء الفتية؟ شرحنا نحن المرة الماضية مين هؤلاء الفتية، أو يعني ما هي أعمارهم تتراوح بين 15 و25. آمنوا يعني إيش يعني الإيمان هو التصديق بالله سبحانه وتعالى بربهم وزدناهم هدى، يعني مو لأنه هنا شفتوا بالآية السابقة أو بالحصة الماضية مو لجأوا هنا الله سبحانه وتعالى وطلبوا أنه يرشدهم يؤتيهم من لدنه رحمة ويرشدهم إلى الهدى وإلى الرشاد، فالله سبحانه وتعالى يعني هنا وكأنه يحقق لهم هذا الطلب ويقول زدناهم هدى. ليش؟ لأنه هم خلاص يعني أخذوا القرار ويريدون خلاص يعني أنه يثبتوا عليه. طيب وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. كما قلت أنه هون بقى تثبيت العقيدة وتثبيت التوحيد، أنه هن كانوا مؤمنين بوجود إله واحد يستحق العبادة وحده، فالله سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم بهذه العقيدة، مثل ما أنه العقيدة هي عبارة عن شيء موثق مربوط بقلوبهم. ماذا يوحي لنا إذ قاموا؟ قاموا مثل ما شفنا بالمقطع الأول أنه صار في مثل نوع من المواجهة، يعني بعد أن اتخذوا قرار الإيمان تواجهوا مع القوم الكافرين أو مع السلطان هذا أو الملك الظالم، وأرادوا أن يبينوا ما هي حجتهم، أنه نحن مؤمنين برب العالمين أنه هو رب السماوات والأرض ولن ندعو من دونه إله، يعني ما في نحن مستحيل أنه نشرك بالله سبحانه وتعالى، فإذا نحن كذابين. وصاروا بعدين يطالبوا الجهة الأخرى أو القوم الكافرين أنه عطونا طيب شيء، عطونا سلطان، عطونا حجة، عطونا بينة أن تثبت لنا أنه أنتم على حق، إذا كان أنه مصرين أنتم بدكم يانا نؤمن بالآلهة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني هنا عرفانين أنه من أظلم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الافتراء على الله أنه هو معه شريك، لأنه هو الله سبحانه وتعالى هو فرد صمد. طيب الفكرة اللي تدور حول هاي الآيات نعم تفضلي إسراء. يعني إنه تثبيت المؤمنين وترسيخ عقائدهم مثل الإيمان. تثبيت المؤمنين وترسيخ عقيدتهم، ممتاز ما شاء الله، شكرا. طيب تفضلي يا ريم أسمع منك. نعم أنسي. أنسي لازم على المؤمن أنسي يكون جريء بقول الحق، الجرأة في قول الحق. نعم شكرا. إسراء الضبعان. فكرة وليست فائدة، نحن بعدين حنستخلص الفوائد إن شاء الله، لكن أريد الفكرة. أنسي يعني مثل أن الله تعالى نيمهم بالكهف وعندما فاقوا أنسي يعني ما حسنوا، أنسي لما كانوا نايمين ما حسنوا يسمعوا شيء خلال هالفترة ناموها، وعندما فاقوا أنسي يعني مثل كأنهم حاسين بدوخة وبدي يطلعوا لبرا ما استجروا من الملك.
نعم هي قصة. نعم وبارك الله بكم ونلقاكم غدا إن شاء الله، هي حصة تعويضية عن الحصة الفائتة. السلام عليكم ورحمة الله.